مين فينا من بتوع افلام ما اتفرجش على فيلم ذا جاد فاذر؟ سيبولي تحت يعني في الكومنتات. مش هقول لك عيب بقى والكلام ده، بس هو يعني الف به سينما والف به اي حد بيتفرج على افلام او اي حاجه اكيد 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 اتفرج على ذا جاد فاذر. بس اللي اكيد اكتر انه يعني بالتاكيد سمع او عارف ان ذا جاد فاذر ده واحد من اعظم، اذا ما كانش اعظم فيلم في تاريخ السينما في كوكب الارض عموما. ولو انت من الاجيال الجديده ولسه ما اتفرجتش عليه اتفرج عليه بعد اذنك، ولو انت قديم وعرف ناس من صحابي ما شافوش ذا جاد فاذر ازايك يعني انا شايفك كويس وانت شايفني كويس دلوقتي انا متاكد اتفرج على ذا جاد فاذر. بس هو ايه يعني وعدني بعد الحلقه دي ان هو في خلال الاسبوع ده هيتفرج على ذا جاد فاذر، لان الحلقه دي انا بقول لبتوع افلام طلب بعد اذنكم بعد ما تخلصوا الحلقه دي لو انتوا فاضيين تتفرجوا على المسلسل حالا اللي انا هتكلم عليه دلوقتي اللي هو الحلقه بتاعتنا اللي هو ذا اوفر. ولو انت مش فاضي دلوقتي بس هتفضى كمان شويه، اول حاجه تعملها تتفرج على المسلسل وتقول لي على طول وتكتب لي في الكومنتات او حتى تبعت لي على انستجرام، لان الواحد اتفرج على 6 حلقات حتى الان خلصتهم في يوم في انجاز بسرعه جدا من كتر الحلاوه والطعامه والجمال، رغم ان الحلقه ساعه. بس هنتكلم عن تفاصيل بقى اللي جاب ذا جاد فاذر وذا اوفر والمسلسل وكل الكلام ده، كل ده هنتكلم عليه في الحلقه دي. بس قبل ما ابتدي الحلقه بتوع افلام، مش بقول لكم اهو على المسلسلات تتفرجوا عليها في وقت الفراغ وممكن يحل الويك اند جدا بالنسبه لكم، اظبطوني بقى لايكات كتير جدا 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 وشير سبسكرايب للشانل لو لاول مره، وطبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج فيسبوك بيج، دوس على جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقه اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. سنه 1972 نزل لنا واحد من اروع افلام في تاريخ السينما في كوكب الارض، وبالنسبه لي تاني اكتر فيلم بحبه في حياتي بعد فورست جامب، وهو فيلم ذا جاد فاذر. فيلم ذا جاد فاذر كان انتاجه 6 مليون دولار وايرادات الفيلم حول العالم 250 مليون دولار سنه 1972. ده يخليه ساعتها ان هو غالبا كان اعلى ايرادات، اذا ما كانش تاني او تالت اعلى ايرادات في تاريخ السينما عموما. وطبعا ابطال الفيلم الرائع القدير مارلون براندو بدور دون فيتو كورليون، وايضا الشاب الناشئ ساعتها النجم الباتشينو. تخيل انت، انا لسه هكلمكم في حوارات كتير جدا في الحلقه دي بس اتقل. وايضا الفنان المخضرم الكبير جيمس كان، وايضا روبرت دوفال، والفيلم من اخراج المخرج الجامد جدا فرانسيس فورد كوبولا. وفيلم ذا جاد فاذر مقتبس من كتاب ذا جاد فاذر اللي هو من تاليف المؤلف ماريو بوزو. ماريو بوزو ده اللي يعتبر السيناريو والحوار بتاع الفيلم كتبه هو وفرانسيس فورد كوبولا. حلو قوي كل الكلام ده. طب خلاص يا ابو حميد انت قايل لنا كده اغلبيه المعلومات اللي اغلبيه الناس عارفينها لان هم شافوا ذا جاد فاذر، عارفين نزل امتى وعارفين جاب ايرادات ايه وعارفين كل الكلام ده، لكن الفيلم ده اتعمل ازاي؟ الملحمه دي يعني الفيلم ده على IMDB هو رقم 2 اعلى فيلم في تاريخ السينما، وبالنسبه لناس كتير هو رقم 1، لكن العظمه دي اتعملت كده؟ يعني اللي هو المؤلف قال يلا بينا يا جماعه هاتوا لي مخرج، طب المنتج مين، يلا نجيب الممثلين ونعمل الفيلم ده، وايه ده طلع ماستر بيس وخلاص. هو ده بقى اللي بيحكيه لك مسلسل ذا اوفر اللي هو يعتبر احدث اصدارات شركه باراماونت اللي هي برضو كانت المنتجه لفيلم ذا جاد فاذر. المسلسل يتكون من 10 حلقات ولغايه دلوقتي بينزل كل خميس حلقه، لغايه دلوقتي نزل 6 حلقات، طبعا منتظرين الحلقات القادمه اللي هتنزل. وللاسف اصبحت من البني ادمين اللي هينتظروا دلوقتي كل خميس عشان تنزل حلقه. انا لو كنت عرفت كده من الاول انا كنت فاكره 6 حلقات بس، لكن للاسف المسلسل فاضل له 4 حلقات. انا لو كنت عرفت من الاول كنت استنيت واخدتهم مره واحده على بعض، لان احنا دلوقتي في السخونه قوي 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 اللي هو ده انتوا بقى دخلتوا كده في الحاجات اللي الواحد اساسا نفسه يعرف هي اتعملت ازاي. لكن بقى يا جماعه الصراحه انا بقول لكم ليه تتفرجوا على المسلسل ده، شوف الناس دي مرت بايه عشان يطلع الفيلم ده. الفيلم ده ما عداش كده وخلاص. انا مش هحرق لك اي حاجه بس هديك هنس الحاجات كتيره لازم برضو تكون عارفها. مبدئيا كتاب ذا جاد فاذر اول ما نزل عمل قلبان
اليابان غير طبيعي في امريكا. مبدئيا ارباح عاليه جدا، ولدرجه ان الكتاب كان بيجيب ارباح برضو حتى في اثناء تصوير الفيلم او قبل تصوير الفيلم، وكان عامل جدل كبير جدا 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 بالنسبه الامريكان اللي من اصل ايطالي او الامريكان الطليان. ليه الموضوع عمل بالنسبه لهم قلبان، وشايفين ان اي حد بيقرا الكتاب ده من تبعهم يبقى كده هو واحد مش مننا، وشايفين ان الكتاب ده لازم يتصادر ومحدش يقراه وكل الكلام ده، لان هم شايفين من وجهه نظرهم الشخصيه ان هم بيتريقوا على الطليان او بيتريقوا بمعنى اصح عن عصابات المافيا، وان هم شايفين ان الكتاب ده تقليل كبير جدا 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 ليهم ولعصابات المافيا، وان هم مطلعينهم بطريقه وحشيه وعشوائيه جدا. وبرده الكتاب ده كان مضايق جدا النجم والممثل والمطرب، طبعا المطرب ده انا بحبه جدا على فكره، وكل كريسماس قلت لكم الحوار ده في حلقه كريسماس، كل كريسماس شهر 12 كده بيفضل هو اللي موجود عندي في العربيه، بس فرانك سيناترا. فرانك سيناترا كان طبعا تعرفين ان هو واحد من ضمن المطربين او المشهورين اللي كان ليهم علاقات كبيره جدا بالمافيا، فكان متضايق جدا من الكتاب ده، لان كان في شخص في الكتاب اللي هو طبعا تعرفين مين، المغني اللي كان في مع ذا جاد فاذر في اول مشهد ليه، طبعا انتوا فاهمين بالنسبه للناس اللي شافت الفيلم انا بتكلم عن مين. هو فرانك سيناترا كان شايف ان هو واغلبيه الناس اللي قروا الكتاب ان هو بيتكلم عن فرانك سيناترا، وان جوه الكتاب كان ليه الراجل ده مشاهد كتيرة جدا جدا جدا، واحد يعتبر من الأبطال العمل. لكن دي من ضمن الحاجات اللي كانت بيحاولوا المنتجين يصالحوا بيها شوية فرانك سيناترا، ان هم هيخلوا المشهد يصفصف او الشخصية دي هتقعد في الفيلم في مشهدين او ثلاث مشاهد بالكتير قوي. دي حاجة من ضمن حاجات، لو انت فاكر ان انا بحرق لك، دي حاجة بسيطة جدا وحاجة ممكن تكون عارفها اوريدي، زي مثلا حاجة انا كنت عارفها اوريدي وممكن يكون اغلبيتكم عارفينها برضو، ان كلمة مافيا لم تذكر في فيلم ذا جاد فاذر خالص، يعني فيلم بيتكلم عن عصابات المافيا، الكلمة اساسا مش موجودة في الفيلم او في العمل عموما. هتشوف برضو في المسلسل ليه او ازاي ده حصل او وصلوا النتيجة دي ازاي، لكن بطل عملنا في المسلسل ده او البطل اللي احنا هنعيش معاه قصة في المسلسل هو المنتج ألبرت رودي او آل رادي، او هو بيقولوا له آل رادي يعني زي آل باتشينو كده، آل رادي اختصارا لألبرت يعني. فآل رادي اللي قايم بدوره هو الفنان الشاب الجامد قوي مايلز تيلر. مايلز تيلر كان البطل في فيلم ويبلاش، واللي شاف ويبلاش اكيد عارف قد ايه الواد ده كان جامد في الفيلم، والفيلم ده لو انت ما شفتوش اتفرج عليه هيعجبك جدا الصراحه. مايلز تيلر بالنسبه لي عامل دور العمر فعلا، واحد من الشخصيات اللي بتعرف خبايا الانتاج، المنتج عايز يعمل ايه، وازاي هو كواحد شاب لسه بيبتدي تعاقد مع باراماونت واقنع المديرين والمدير التنفيذي والسي او وكل الكلام ده بفيلم ذا جاد فاذر، وان هو ده مشروع عمره وهو اللي عايز يعمله، وازاي قابل فرانسيس فورد كوبولا، وازاي جاب ماريو بوزو وقعدوا مع بعض وعملوا سيناريو وحوار هو والمخرج مع بعض، وازاي كونوا الصداقه، وازاي بنوا بقى كل حاجه هيعملوها ازاي، وازاي اختاروا البيت، وازاي عملوا كل ده. مصايب وبلاوي بتتحدف عليهم. المسلسل ينقسم لشقين، شق بيتكلم عن حياة المافيا والمافيا مستقبلين خبر، يعني هم كانوا متضايقين من الكتاب اساسا، فلك ان تتخيل ان هم يستقبلوا خبر ان الكتاب ده هيتعمل فيلم. لا، وعملوا بقى يا باشا بقى مظاهرات ولا ومفيش حاجه هتعمل في الفيلم ده، وتهديدات وبلاوي لن تتخيلها عقلك في المسلسل. وبالمناسبه في ناس كتير هتقول يا ابو حميد بس ممكن يكون اللي في المسلسل ده دراما وسينما فبيبقى فيها افوره شويه وفيها زيادات، هتفتكرني ان انا هقول لك لا ده بالظبط؟ لا، في افوره طبعا وفي حاجات ما كانتش موجوده، زي مثلا يعني مش عايز احرق، بس افتكروا المنتج وهو رايح على سريره لقى حاجه دي مش حقيقيه، يعني القصة دي مش حقيقية، وزي برضو مشاهد تانية تتضمن اطلاق رصاص ونار والكلام ده برضو ما كانش حقيقي، بس المجمل اللي حوالين المسلسل واللي بيحكي فيه اغلبيته حقيقي، يعني قول 80% او 90% من المسلسل ده حقيقي. يعني التعارف، علاقة المنتج او آل رادي بجو كولومبو، اللي يعتبر جو كولومبو ده واحد من اهم الشخصيات اللي في المسلسل واهم الشخصيات اللي هتشوفوا اثرت ازاي في فيلم
فيلم ذا جاد فاذر، مش كتركيبه شخصيه اللي هو سينمائيا، لا شوفوا الموضوع عدى ازاي. ولسه انا لسه كل ده ما خلصتش المسلسل، بس بكلمكم وبقول لكم على الابداع عشان تتفرجوا عليه وتبقوا معايا من دلوقتي. واللي قايم بدور جو كولومبو، واحد من اكتر الممثلين فعلا اللي انا بحبهم جدا وبحب تمثيلهم قوي، جيوفاني ريبيسي. ايوه، اللي كان يعتبر اخو فيبي، فرانك جونيور، فرانك بوفيه، فاكرينه في فريندز. وطبعا قام بادوار كتيره جدا زي مسلسل سنيكي بيت، وفي حاجات تانية. وليه حاجات تانية انا بحس ان الممثل ده تمثيله حلو قوي، وحس ان الدور ده هو اللي بيلخص لك قد ايه هو بيعرف يمثل، ودوره كجو كولومبو حلو قوي. اما بقى باقي الكاست، فانت بتشوف في الشق الاول ده عالم المافيا وجو كولومبو وعالم المافيا الامريكان ايطاليان او الايطاليان امريكان اللي عايشين وقد ايه متضايقين من الفيلم ده، وفرانك سيناترا برضو في صفهم وايه عمال يزقهم جامد ان الفيلم ده ما يتعملش. وفي نفس الوقت بتشوف على الناحيه الثانيه ازاي بنجمع ممثلين، وازاي المنتج مش مقتنع بالممثل، وازاي المخرج مش مقتنع بالممثل المنتج بيقول له عليه، وازاي ماريو بوزو برضو تقيل وكسلان قوي ان هو يكتب سيناريو وحوار في انجاز، لا بياخد وقته. وفرانسيس فورد كوبولا عايز ينجز، في نفس الوقت تلاقي البيت اتاخد، البيت اللي هم عايزين في نفس الوقت ده شق. واللي يرقص الشقين دول آل رادي او ألبرت رادي، هو بقى بيحاول يخلص الموضوع ده من هنا ويحاول يخلص الموضوع ده من هنا. ازاي؟ اتفرج بقى، لان فعلا مسلسل يستاهل انك انت تتفرج عليه، هتستمتع بكل لحظه، خاصه محبي سلسله افلام ذا جاد فاذر او محبي ذا جاد فاذر الجزء الاولاني. ويكفي انك انت برضه هتشوف الكاست الحقيقي، هتشوف واحد او هتشوف ممثل بيمثل دور الباتشينو وهو لسه ساعتها ناشئ، وازاي استقبلوا المنتجين باسم الباتشينو اللي هو عايزه فرانسيس فورد كوبولا ده، اللي هو مين ده يا عم، احنا عايزين نعمل فيلم تقيل وبتاع، عايزين نكسب منه فلوس. وشوفوا توقعاتهم للفلوس كانوا عم متخيلينها ايه، وشوفوا 6 مليون اللي انا قلت لكم عليها في اول حلقه ان انتاج الفيلم ده هيبقى 6 مليون، شوفوا طلعوها من باراماونت ازاي 6 مليون اللي كانت قليله جدا. وتشوف شخصيه مارلون براندو في الحقيقه، والقصه اللي احنا سمعناها في الحقيقه ان هو اول ما شاف فرانسيس فورد كوبولا عم دخل في الشخصيه وحتى منديل، هل ده صح ولا غلط؟ هتشوف كل حاجه، تشوف طبيعه شخصيتهم في الحقيقه، هل يا ترى الكاست ده كان كيمستري بتاعته او الكيمياء بينهم عاليه، هل ايه اللي حصل وسط كل الكواليس دي، كل ده هتشوفه. ولغايه دلوقتي في 6 حلقات، والحلقات القادمه هتبقى هي دي السخونه. انا شايف كده، شايف ان ال4 حلقات اللي جايه دول هيبقوا من اقوى الحلقات، ومنتظرهم بفارغ الصبر. فعلا المسلسل ده واحد من احلى واعلى المسلسلات اللي انا اندمجت فيها واتفرجت على ال6 حلقات في يوم واحد وكنت مستمتع جدا. اتمنى ان انتوا تستمتعوا نفس الاستمتاع ده ونفس الانبساط ده، لان انتوا هتتكيفوا قوي الصراحه. وهرجع اقول خاصه محبي فيلم ذا جاد فاذر، فانت لو انت حتى ما شفتش ذا جاد فاذر يعني اتفرج على الفيلم بعد كده شوف المسلسل، لكن برضو في نفس الوقت بقول محبي ذا جاد فاذر لان ذا جاد فاذر ده الناس شافته من زمان جدا او من فتره طويله، فانت في دماغك ده ماستر بيس. طب ازاي اتعملت؟ فعلا انا انبسطت جدا بالمسلسل ده، ولسه كده كده مش هديله تقييم دلوقتي لانه ممكن يخيش ال4 حلقات والله اعلم، بس انا مبسوط بكل الكاست وبتفاجئ من كل الناس. هتقولي في حد خيش؟ اقول لك لغايه دلوقتي الصراحه مفيش حد ممثلين خيش، ممكن يكون اللي قايم بدور مارلون براندو، يعني ساعات بحس ان هو شبهه قوي، ايه ده هو، وساعات بحس اللي هو انت ايه اللي جابك لمارلون براندو مثلا. يعني اول مشهد هو طلع فيه خالص ما حسيتش ان ده مارلون براندو، لكن بعديها ب3 دقايق يعني قطع لي الشورت في البسين خالص، يعني قال لي لا انا اعرف ادي مارلون براندو. وبس بتوع افلام، ده اللي انا اقدر اقوله لكم عن مسلسل ذا اوفر اللي انا اتمنى ان انتوا تتفرجوا عليه وهيعجبكم جدا. وبرده نصيحه +18 لان في مشاهد، ممكن ما يحبهاش الاطفال كدم وكده، وفي برده مشاهد خليعه شويه، فبرده حبيت ادي النصيحه دي. وفي نفس الوقت واحد تاني هيقول لي يا ابو حميد طب اتفرج عليه فين؟ ارجوك النت ماله، النت ما سابش حاجة يا بيه، اتفرج على النت هتلاقيه كده كده. وبس يا بتوع افلام، ده اللي انا اقدر الهلكو عن مسلسل ذا اوفر اللي انا حبيت جدا ان انا اعمل حلقة عشان تتفرجوا عليه. وفي نهاية الحلقة اتمنى لو عجبتكم الحلقة دي تدوسوا لايكات كتير جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو اول مرة، طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج فيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة اول باول، واحلى مسا عليكم.